في تل أبيب وفي القدس وفي الشمال وفي الجنوب يتظاهرون ضد نتنياهو ليس بسبب قضايا الفساد بل بسبب الفقر والجوع. نسبة البطالة بلغت 21% بينما عشرات الآلاف يتهددهم الفصل من أعمالهم. نتنياهو وعد الإسرائيليين باقتصاد قوي في الانتخابات الماضية التي تمت في ظل جائحة كورونا، لكن العكس هو الذي حدث. كنت أعمل في مجال التكنولوجيا والآن أعمل على إصلاح هذه الدولة، ومشكلتنا الآن هي رئيس الوزراء. ولا أقصد الاتهامات، بل كل شيء ينهار، كل القطاعات تنهار، وهذا الرجل هو مدير سيء. الموساد الإسرائيلي كان يتباهى قبل أشهر بأنه اشترى 15,000 جهاز تنفس، لكن عشر هذا العدد فقط هو الذي وصل. العديد منها رفضت من قبل المستشفيات الإسرائيلية لسوء نوعيتها. هذا مثال على التخبط الذي انعكس بدوره حتى على المساعدات التي ستوفرها الحكومة الإسرائيلية للمواطنين. محافظ بنك إسرائيل يطالب بتوفير المساعدات فقط للفقراء، خلافا لقرار نتنياهو بإعطاء المساعدات لكل السكان. لما نقول قيمة كاسف؟ نحن بحاجة لتحريك عجلة الاقتصاد، حيث يجلس الناس في المنزل ولا يشترون أي شيء. إلا عندما نقدم لهم هذه الأموال فهم يشترون. إنه أمر يشجع على الاستهلاك كونه يدفعهم للمبادرة إلى الشراء. معنى ذلك أن المال يشجع على الاستهلاك ويشجع على التوظيف، وسيحرك عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع. مع كل الغضب الشعبي تدرس الحكومة الإسرائيلية جديا وبطلب من وزير الصحة العودة للإغلاق الكامل، بل وتهدد السكان بأنهم إن لم يلتزموا فلا مناص من الإغلاق، وهنا ستتصاعد الأزمة، وقد لا يلتزم أحد بقرار الإغلاق بحثا عن قوت يومه. هذه الدولة كانت تدعي بأنها الدولة الاقتصادية الأولى في الشرق الأوسط، التنمية الاقتصادية العالية، وأيضا دولة السيليكون فالي، لكنها في نهاية المطاف دولة تترنح الآن قبالة جائحة كورونا. والأسوأ أن القيادة السياسية فيها تتخبط ولا تعرف كيف الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.